نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل من الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مناداته باسمه فقط، كان يقال يا محمد أو يا أبا القاسم، أما أن هذا ليس من الجهر، وكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل قولكم عندما قالوا له أنت سيدنا، وهل بينهما تعارض؟ الله جل وعلا لم ينادي نبيه باسمه أبدا، وإنما ناداه بالنبوة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بينما كان ينادي الأنبياء قبله بأسمائهم: يا موسى، يا آدم، يا نوح، نادي الأنبياء بأسمائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يناديه باسمه تكريما له وتشريفا له، وإنما يناديه باسم النبوة والرسالة. أما من باب الإخبار فإن الله يذكر اسمه، إذا أخبر عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا من باب الإخبار، محمد رسول الله والذين معه، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء. فالأدب أن يقال يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقال يا محمد، ولا يقال يا أبا القاسم، بل يقال يا نبي الله، يا رسول الله. نعم.